يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي ثمثنا أسماء يلطف أبو جعفر المنصور الخليفة للمسلمين يلطف أم كاليسي وغير ذي الخليفة ذن الغشم الاختشمن غروس ويتذاوى السبحن الخلافين يعني يوث اتماريون الفرح ذا القرحة أثنى يقضد يون العالم الواعظ قرص مقاتل ابن سليمان العالم جمع يتمثل مازال يكشف غير ورسي ولا ثد الخليفة أبو جعفر المنصور إني صار جمع في قبيل سواوي أقفل ذي دين إنسا إني سيا مقاتل هذران شويت إني سيا مقاتل ابن سليمان العالم إني سيا أمير المؤمنين ذا شي فرق هذران أرد هذران أين ولد والنيون نهضي إنسان الزغنين أي خطر أين سيان الزغن يغلب أين زارت والن أين زارت والن ذروس ذيني ولا العبد سيمانيس والنيس ولكن أين سيان الزغن إنسلاث غفيدك إسلام إنسلاث غفيدك إزران إذن تمسك مقرط مليئنا ذي إنسلاث الزغن طاس إنس الخليفة من الإسلام إنس هذران أين تولي أين ولد تولي إنس يا أمير المؤمنين إنس يموث عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله إنس يجد 11 برويس إنس يجد دشوي يجد تركة غرد فير يجد 18 دينار ده قد يجد من غرد فير إنس أغنز بالكفل 7 دينار وبنز إنس يغن أوز كينس 5 دينار إنس قرند 9 دينار إفرقتت في الورثة إنس 11 قرويس ويضن 9 دينار ذي قد يجع عمر بن عبد العزيز رحمه الله ننس عمر بن عبد العزيز شو مسند الجدران إذن القرآن اللي ورويه إن يسجي غزند التقوى تقوى سيدي ربي تقوى الله طاعة سيدي ربي ماذا قلنا ذو عنك أكني ما يدي يرزق أثني يدي يرزق أريد تسارة يوم نثي تسارة سيدي ربي ماذا قلنا ذو عنك أكن يدي يرزق يعني فديسة يدي يرزق أكل إيدي أرزق لك أن إيدي أرزق الاثنين إنيش ولكن ماذا قلوا موضوع عن هذا ماشي سيدي ربني وإنسان تعصون إثفلسي عفو ربيني إثفلسي رضي ربي عمر بن عبد العزيز إذن خصر ده شغل دي جد التاريكينس إنيش ولكن يموت هشام بن عبد الملك ودين من الخلفاء الأمويين هشام بن عبد الملك خصر ده شغل دي جد أكان ريتش كبير مقاتل بن سليمان أسدي حكم لأبي جعفر المنصور إنيس يجد أربعة يومين كسايس أربعة يومين كل يوث أشحال سيدي صحن 80,000 دينار صافي ذا أربعة يسد 320,000 دينار وقدي ذري من بلا مخاب بلا القصور بلا كوين نظم كامل إنيس ولكن والله يا أمير المؤمنين إنيس ذنك إنو مكزر إكزران ويانا الجيون واس إنيسي ولا غميس عمر بن عبد العزيز وينك نيغي ديجا لكن كان تسعدي لفرق الوراثينس عمر بن عبد ميس عمر بن عبد العزيز يقيد أزال المياه الغمان نتساعد قاث نتساعد قاث نرسق صدقت في سبيل الله إنيس السني بالدتر ولا غميس الهشام بن عبد الملك إن يسموك بفاتي تقدر إذا يطير في ربي واسفكم واسفكم دشريج لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن أي مثل وديلو لا ريوني يقول يذري من يذس يقول شي يذس
وروح حيون يقول شيء يدس من كل يوم ذي أذى زرب لين ذي نزد رزق سيد رب الخالق سبحانه وتعالى مش يكتب أذى في عيش مش يكتب بش أذى في يتشع ولين نانا ني وين نزد قدر سيد ربهم أذى خزر أذى حلم ذي إحياي وذي حلال ذي حرام سبحان الله سيد رب العالمين سبحانه وتعالى أغدي توصينا أغدي قرر وذبغون وذذا كن يعجب حرام ويجدو مالا حرام وجدوا ملا ما قل أرون عمر بن عبد العزيز ندفون ما قل أرون هشام بن عبد الملك ندفون يقف سيد ربي قويس قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الآية في اسمية في سورة المائدة غروة ذكن يعجب في حرام حرام ورجو زرام الحرام وجدوا ملا الحرام ويتشف غرغر غروين العليم وسقرر انا ذاك الجغ دي حرامي ورعوه بلا كذا سنيدو مذلول اخذ من دوني تنسن لا اذر قفار يقرر دون خطر الحرام ولي في النارام ذا ستاليك السدرام كان يقول مثلا اذا انت قوي دي يعود اذي سين ذا شونيز ديك شمن غير جيفيس اذي صاب لي ني هو ين يستحق الغير ينس ولي نقرز ديك شمن غير جيفيس سيد ربي قويس عزيز اني قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وتشيلوا تشافر المال جو كراول سيفاطي حاجه غير نكدي في كيون سطوبات الخطا كان يد مثلا لا تشكر ضام لا ذي الغصب لا ذي الحيله السخر ليون لا ما تشد اتشد اتوصل سيامان لا استخدمت استخدمت تخزفيت استكزت فيه الى قطع عقيل باللي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ازرى ازرى سيد ربي غير الا ندخل قويا ويات الى قطع هذه خزر كان عبد الكريم هذه اخرى وين زديك شمن مرن اوك ذي حرام من اماكن دلنا اما تشوك الله اما ذكر الرشوة اما الاحتيال اما الغصب اما قوينك مرن اوك اين ودي حنا نسيديس اليعقيب بلي الغرينس الله اكبر التغيير مثل خزر كان هذا تقرا خوله الانصاريه رضي الله عنها وارضاها في ند ادي قرا الرسول صلى الله عليه وسلم ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه اذا ليس الوث دخل نشير المال نشير ربيهم سلفاتون إنه ده جهنم أنك نيقولين ما يقيم العرض هذا الطفل هذا الطفل المسؤول يا هذا الطفل أم كان يجند يغاي مكتوب الغشية غروف وسيس أذير أي لم الدين ديلاس عند ليس سيدي سيس لفيس أين الفقراء أين المساكين أين المغفان أين أين على اختلاف طبقات المجتمع لكن يفوي فابيس إذن أيف يد يونس في حق نيمس فاعطي كل ذي حق الحق ولكن هو كد مضي إلى الغرب نظام أترضى الجبيك أشجع أتوضى الورى بك أشجع لك تستن فابيس تصدر بضى خميك كذو خميك شو الدعم يا قزع قضى كيجي أثي حرمور لنرى أثي حرمور في نرى لمنسل أتشي دلوفان ذي العيفة تسعان دل أغنياء وغن ورى ونسل دل الفقراء أي خطر يحرم في حرام ولكن أتشي دلوفان ذي الليل عند الفقراء ولكن أرون سن وغير عند الأثرياء ذي الأولياء في كيس نسير يا ربي الخالق سبحانه وتعالى أي خطر ولاش الخبث الزداخين ولاش الحرام الزداخين إذن كل إنسان أذي زرب لين أذي ذنو ذو ذاتين صغفي حيال وتيب نرغى في حرام أي مثل ما قيت عمر بن عبد العزيز اللي جد حاجة تسعة دينار يوقي والرويس أخطر ودي حلال ذي حرام ودي حلال حاجة حيال الرويس لا تصدق سل آلاف كذا وكذا لا تصدق وغير نحبيبنا السيد ربي ولكن هشام بن عبد الملك دي جن دي جن ذلول في قدري من ذل غورق دي جن دي جن قدري من الرويش وغاين سمثلان الله أكبر أي خطر أما ما نقول في الحرام أما ما نقول في الصروح والخلاص ودي تسقلش هذه قيمة أي مثلا أي عبد أي عيش من ذي حرام أي من ديسك شام غرجي فيس ذي حرام أذي عقيب اللي وذي يقولنا راه وين العين ماشي كان اما كاد لا كان خاولة الانصارية رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم ثنيك وين نكني اري السروات نكني ويلا دي مال سيد ربي بغير حق جهنم غير تيقولين ذي خاطر تقولي في جهنم ولكن ولا جهنم الدنيا ذي القدع ذاتي حذر خاطر سيد ربي سبحانه وتعالى قد وليك فانو فريدي وسكر ثم عشت وعرنت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وليس دمرا وين ندري وليس دمرا يحرم ويتسير بخير بابيس
اش وش تسك وش وش عاري هنا دي تو ذا دي سكريس على هنا دي 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 كل شيء اما دي الصحاج دي الدرياج بخامش دي العيالين دي كل شيء شو تشيل على الخير اي خطر كل شيء سي حرام كاين انا مثلا فجيني ما جيت مثلا اليوم الدرس القرآن اي 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 يسيف كان مقاتل بن سليمان العالم الواعظ لأبي جعفر المنصور الخليفة غشوا النين العباد النين هذا تهني نسقر مبروك كان يتفض الخلافين أمير المؤمنين ولكن إنسان على سقر إيا غاتوا يد شو قدران عاسي مانيك في مكان جانا تفضك غور كتشخش مضايلا الحرام غور كتشخش مضايلا مدين غور كتشخش مضايلا الفقراء دل مساكين يغد زاد تمسات إن بعد يحكي يزد تقصير إذن في كيسي والدرس دم قرحان أوقف لذي تفهم كنيس كان يتمثل بالقلعة غدا رزق ربي غدا رزق الحسن هذا القلعة ربي شكون اللي سيغد يرزق هذه فالك سيدي ربي ذوي اللي غد يرزق هذه جاء رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.